مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. خبز 2 أو حسب الرغبة، نوع الخبز نفس الشيء حسب الرغبة، خبز أسمر أو خبز أبيض، أهم شيء يكون الخبز بايت، يكون له يومين ثلاثة قديم بايت. نضع ماء بارد وننتظر 10 دقائق ونتخلص من الماء. نقطع الخضار، نقطع الفلفل، والخيار نفس الشيء كله يكون ناعم، البصل ناعم، الشرادة الخضراء والنعناع والطماطم ثلاث سنان توم ناعمة وليمونة، نعصر ليمونة، معلقة صغيرة ملح، وطحينة 2 معلقة كبيرة، ربع كوب زيت تقريبا 50 جرام، كل العيارات والنسب مكتوبة على الشاشة وفي صندوق الوصف. خبز، بنقطع الخبز قطع صغيرة ونكون محمين الزيت مسبقا وبنقلي. وهيك صارت الوصفة جاهزة للتقديم. طبعا الخبز نتركه شوية يبرد، نجعل الخبز يبرد تقريبا 10 دقائق حتى يبرد، وهيك جاهز للتقديم. صحة وألف عافية، كل عام وأنتم بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، وانتظرونا بوصفة جديدة. مع السلامة.